تقترب النفخة الاولى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها احد حي الا الله. الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا امريكا ولا المانيا ولا انجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الارض غير الارض والسماوات، يقول الله تعالى: يا ملك الموت من الذي بقي من الخلائق؟ الانس ماتوا والجن ماتوا والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: لسنا نفوسا وإنما نحن أرواح طاهرة. فنزل قوله تعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة: لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقالت: سبحان من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الارض وما فوق السماء الا ملك الموت. يسأله الله: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ يقول: الهي، لم يبق الا جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الماثل الان بين يديك. فيقول له الله: اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل واسرافيل: وانا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها. اقبض روح اسرافيل يا ملك الموت. فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ فيقول: لم يبق الا انا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله: موت يا ملك الموت. موت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت.
وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك: لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. ويموت يموت ملك الموت، وينظر روحه الى الدنيا وهي خاوية على عروشها. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار اصطلت والبحار سجرت والنفوس زوجت، السماء كشطت، الجنة ازلفت، الجحيم سعرت. ينظر ربك الى الدنيا وهي خالية فيقول: يا دنيا اين انهارك؟ اين اشجارك؟ اين بحارك؟ اين قصورك؟ اين الملوك؟ اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين الجبابرة؟ اين ابناء الجبابرة؟ اين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا اين الجبابرة وابناء الجبابرة؟ اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين سكان البيت الابيض؟ اين حكام الكرملين؟ اين سكان عبدين وقصر التين؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال.